الماضي ونعيش اللي عاشوه ناس بكري، وإنه نكتشف كل اللي خبيت منيت. حبيت نعرف تاريخ جدودنا، تاريخ البشرية بكل تفاصيله، من العصور الحجرية للفتوحات الإسلامية. حبيت نشارك في أهم الاختراعات الإنسانية ونكون عنصر فعل في التطورات العلمية. وضعت وما لقيتش الحلم تثنية، ونهار حليت كتاب قلت خليني نتثقف، يمكن على حاجة جديدة نتعرف. وبديت فيه نتصفح، ومع كل صفحة نسافر لعالم جديد، عالم كيفه عمري مريد. وضعت مع كل صفحة وانا نحلم، وبدأ مشواري كل يوم وحبي للكتاب يزيد. ومع كل عنوان نلقى روحي في عالم بعيد، عالم يمكن رسمته في خيالي، أما هو العالم اللي لقيت فيه طموحاتي وأمالي، العالم اللي لقيت فيه الأجوبة للأسئلة اللي كانت تخطر على فكري وبالي. واليوم اخترت نحكيكم على كتاب، الكتاب اللي يحكي على تاريخ سنين ويأرخ انتصارات الأبطال اللي عاشوها من وين وين. صحيح هو ساعات في حجم يكون صغير، أما في داخله مخبي كنز كبير، كنز مش الناس الكل يشوفوه، كنز يشوفوه كان اللي حب الاطلاع دفعهم وحلوه، وتعرفوا عليه بكل حروف وكلمات وقرأوه. وفيهم اللي يتعلم عبرة ودرس ما يتنساش، واللي مهما طال الزمان من فكره ما يتمحاش، واللي اكتشف الأسرار اللي كانت بالنسبة لي مجهولة ومخبية، وهو اللي كان له النور اللي وراها الطريق والثنية. وفيهم زاد اللي كتابه في الدنيا وهمومها نساه، وفي عالم آخر طاير خلاه، سافر مع سندباد علي بابا وحتى المقابل الميلاد، وجاب برور وبحور من بلاد العجائب بالبغداد، واللي شاف روحه فارس من الفرسان، وهز راية بلاده وتغلب على العديان. أما مع كل نهار يتعدى شغف هذا يضيع، ومشاغل الدنيا تلهينا، ونتغربوا على ذاتنا، وننقادوا رسياس القطيع، وننساو أهمية الاختلاف والتنويع، ننساو أهمية الكتاب اللي في عالم السرعة والتطور مع التحضر والاختراعات والحادثة تردم وتمحى. ومن بال برشا منا ضاع وتنسى. واليوم حبيت نذكركم ونقول لكم اللي اقرأ هي أول كلمة نزلت من القرآن، واللي دعا عليها المولى كل إنسان. اقرأ وتعلم، مازال عندك الوقت، طالع اكتشف المخبي وخلي الشغف اللي داخلك يتكلم.